شخصيه، يعني الانسان ملي كيتوصل بالاستماره كيقدر يقرر يجاوب كما كيقدر ما يجاوبش، وبالتالي النتائج ديالها لا تعبر العام الوطني، تعبر فقط على المشاركين، وهي علميا هذه الطريقه تعتمد لانها كتبين لك التوجهات العامه ديال هذا الراي الوطني فيما يخص الهجره. الهجره كما كنهضروا على الهجره، ركزنا بالدرجه الاولى على ان المهاجرين من جنوب الصحراء، ماشي المهاجرين. كتعرف المغرب واحد المرحله معينه كانوا كذلك السوريين، كانوا مجموعه من اليمن الى اخره، السوداني السوداني جنوب تما يعتبرون جنوب الصحراء. دونك كان هذا الاساس. هذا بالنسبه للاستماره كما قال الاخ عادل، وهذه مهم جدا ركزوا عليها، لان هي فيها نوعين، فيها النوع الكمي كونتيتاتيف كنطرحوا سؤال، عندنا لي بورسونتاج، وكاين كذلك عندنا التحليل الكيفي. التحليل الكيفي كيفاش؟ كناخذوا التعاليق ديال الناس وكنحاولوا نحللوها التوجهات ديالها اللي كاينه. فتقريبا 1600 ديال التعاليق بين اللي جاوبوا على الفيسبوك، وكذلك في الاستماره مع كنخصصوا في الاخر واحد المجال، واحد لوشون للمشاركه التعليق الحر. فكان تقريبا حتى هو كان فيه شي 800 المشاركين، يعني في المجموع 1900 ديال 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 التعاليق اللي حاولنا نحللوها بشكل كيفي. وكتعرف كيفاش مثلا تقرا 1900 تعليق، كان واحد العمل اللي درنا باش نحاول نخرج مجموع من النتائج واللي غتبان في النتائج العامه وكذلك في التوصيات. بالنسبه للمشاركين، يعني التوزيع، هاد 3158 التوزيع ديالهم على حسب المعطيات الديموغرافيه. فكنتفاجئوا بانه هذه اعتقد بانها سابقه، انه الشباب تقريبا شاركوا اللي قل من 30 سنه شاركه. الباقي الفئات يعني كيمثلوا الباقي، يعني ديك 53.3. المستوى كذلك التعليمي في الدراسات السابقه كان كيجينا الجامعي كيمثل 60-70%، فهنا الجامعي مثل 76% كذلك. بالنسبه للمهن، المهن اللي كان الموظفين في الغالب الدراسه السابقه كيمثلوا حتى واحد النسبه طالعه 60-70%، فهنا كيمثلوا فقط 27%، في حين ان الطلبه وبدون عمل مثلوا تقريبا 33%، وهي نسبه عاليه جدا. سي عادل الاخ هضر على بعض النقاط ديال السياق، كما كتعرفوا في اللحظه هذه بالاضافه اللي كان ربع ديال النقاط الاحداث، كان خطاب ديال رئيس تونس، كان مجموعات على المستوى الوطني اللي كتشتغل، كانت كطالب بجوج حوايج، كطالب لا لي من قبيل الدعوه الى عدم توطين المهاجرين، وهذا رساله خطيره جدا ديال الكراهيه وديال ديال ديال التعصب. كذلك كانت مجموعات اللي كتهضر على عدم تزويج المغربيات. في اطار اخر كان مجموعه ديال الفيديو ديال الافارقه اللي يدعون بانه او يزعمون بانه افريقيا شمال افريقيا ماشي هو خاص يكون يسكنوه زعما ذوي زعما الافارقه من جنوب الصحراء. كنحاول نستعمل هذا المصطلح. كذلك كما قال السي عادل، وهذه تفاجئنا به، انه خاصنا نشيروا لها، لان الناس كان كيديروا كيعلقوا بوجوه مكشوفه، ما كيخافوش، وهذه مساله خطيره جدا. كان كذلك بعض الفيديوهات اللي انتشروا واللي كاتبين ممارسات اللي كاتبين بين قوسين او بين مزدوجتين هناك احتلال لفضاء عمومي مغربي. وهنا نبغي نشير، لانه النموذج او التجربه وغياب التدخل ديال المجلس المنتخب على مستوى كازا، نعتقد في اطار الدراسه بانه اساء جدا للعلاقه بين المغاربه وبين الافارقه، لان اعطى انطباع بان هناك احتلال. وخلى دابا اي تعليق اللي كنشوفوا يدعي او لما مثلا كيحاول يبين بانه راه خاص كيدافع على الخطابات الكراهيه ديالو، فكيعطي الدليل او كيعطي البرهان بما يقع في الدار البيضاء في ولاد زيان. نعتقد بانه تجربه خطيره جدا. المغاربه اللي كيحسوا بانه تم احتلال واحد المنطقه ديالهم، ولا كيخافوا يدوزوا منها، ولا كيقول لك بان كاين الروائح الكريهه، مجموعه من التصرفات، وكاين دي فيديو اللي كيبان لك مغاربه كيتعرض للضرب الى اخره. وهذا الشيء اعتقد بانه كان من الوسائل الاساسيه اللي خلات انه المغاربه وسيرتو الشباب انه يبدا ياخذ بعض المواقف في التطرف. ما نرجعوش للخطاب ديال الرئيس التونسي، هو حاول يعتذر مؤخرا. بالنسبه للنتائج راه غادي توصلوا بها، ما غنحاولش نطول عليكم بزاف لانه نتائج رقميه. ولكن النتيجه اللي وصلنا لها بانه كاين هناك
لانه النتائج اللي درناها فممكن نخرجوا مثلا واحد الوثيقه فيها 200 صفحه، لانه التحليل ديال النتائج نقدروا نديروا التحليل ديال النتائج على حسب جهات، كل جهه كيفاش كتشوف الهجره، نقدروا نديروا على حسب مثلا الجنس المراه والرجل واش كاين فرق ولا لا، هادشي كامل حاولنا نديروه. العام المستوى التعليمي على حسب المهن درنا كذلك، حتى اللي شاركوا معنا 64% من البرامج من المشاركين عندهم على الاقل واحد من عائلته، يعني يا اب يا ام يا اخ يا ابناء من المهاجرين، باش تالي باش كنقول بان هاد اللي شاركوا معنا راه نورمالمون عندهم واحد في عائلتهم يعاني ربما من المشاكل ديال الهجره على مستوى الخليج او الدول الاوروبيه، وبالتالي اغلبيه اللي شاركوا معنا فعندهم اقارب ديالهم مقربين في المجر، وبالتالي التحليل ديال النتائج قدرنا نديروا على جميع المستويات. وحنا زعما حنا ما عندناش مشكل مثلا الا كان شي اخ كيدير البحث ديالو ممكن نعطوه لاباز دوني يقدر يخرج منه دوني كما بغى، لانه سي فغي واحد الغنى ما كيتصورش اللي كاين في هذه النتائج. نشير واحد النقطه اساسيه هو انه كذلك انه في المشاركه حسينا بانه كاين التزام ديال الشباب اللي خدموا موقف ديال الكراهيه وديال العدوانيه اتجاه المهاجرين، فمشى كيشارك. كاين البعض كاع اللي حاول الاستمرار ديالنا يتقاسمها في هذوك المجموعات اللي رافضه الوجود، يعني كانت واحد التعبئه حسينا بانه كان كيحاول يدير واحد التعبئه، دوك حنا حاولنا نراقب هادشي باش ما يكونش تاثير على النتائج، مي كان واحد المجهود كانت واحد التعبئه ديال الناس اللي رافضين، وكيبان لك بانه بحال عندهم مشكل شخصي. واحد السؤال مثلا طرحنا سؤال، هل واش كتشوفوا بانه عدد المهاجرين في المغرب مرتفع؟ ف تقريبا 68% ديال المغاربه كيقول لك بانه العدد ديالهم راه مرتفع، في حين ان 21% كيعتبروا نسبيا، السعود كيقولوا لا. وهذه النسبه هذه الا قارناها ملي كنلقوا مثلا الشباب اللي قال من 30 عام كيقولوش 68% كيهما 69% منهم كيقولوا راه مرتفع. الناس اللي عندهم اكثر من 30 عام فقط 59%، وبحكم انه لان تقريبا 50% ديال قبل 30 عام شاركوا، ففي الغالب النسب المئويه ديال المجموعه تكون في الوسط، لان مثلا 59 زائد 69 تقسم على جوج كتجيك تقريبا في ديك 68، لانه النسبه 50% 50%. كذلك ملي كنطرح السؤال واش هؤلاء المهاجرين يساهمون في الاقتصاد المغربي، 70% كيقول لك لا يساهمون في الاقتصاد المغربي. بعض واحد السؤال اللي كان معبر جدا طرح سؤال خاص، واش كتشوفوا انتم كمغاربه انه الوتيره باش غادي ارتفاع عدد المهاجرين في المغرب ستشكل اشكاليه بالنسبه للمغرب مستقبلا؟ واحد 86% كيقولوا نعم، يعني يتخوفون ويعتبرون بانه هذه الهجره غتولي اشكاليه حقيقيه اللي يعاني منها المغرب، و 86% راه نسبه كبيره جدا. كاين سؤال كذلك من بعد ما غاديش نقدم لكم جميع المؤشرات لانه غادي تلقاوها، 59% من المغاربه كيعتبروا بانه هاد المهاجرين يساهمون في ارتفاع نسبه البطاله. وإلا مشينا درنا التحليل على حسب الفئات العمريه كنلقاو بانه 71% من الشباب قبل 30 سنه كيعتبروا بان تساهم، وبالتالي هنا كيبان بانه كيعتبروهم واحد الخصم لهم في الفرص اللي هي كيعتبروها ناقصه من ناحيه الشغل. وكما كنعرفوا نسبه البطاله في الفئات اللي قبل 30 سنه راه مرتفعه على المستوى الوطني، وهي هي النسبه الكبيره. ملي كنطرحوا سؤال على المغاربه واش كتشوفوا بانه هناك ممارسات، واش هنا هل واش كتلاحظ وجود ممارسات اللي فيها نوع من العنصريه من المغاربه تجاه الافارقه؟ ف 45% كيقولوا لا، يعني كيبان بانه عندنا واحد الوعي جماعي ديال المشاركين بانه المغاربه الى حد ما 50% كيقول لك بانه راه ما كاينش ممارسات ديال العنصريه. 32% فقط كيقول بانه بان المغاربه لا يقبلون التعايش مع الاجانب، يعني الباقي كيعتبرون بانه المغرب يقبلون التعايش، وهذه هي نورمالمون ميزات كتميز المغرب. نمشي نشوف النقط اللي ممكن تكون مؤثره بشكل كبير. ف واش كتقبل يكون الجيران ديالك احد الافارقه؟ 47% كيقولوا لا، وهاد النسبه هذه 58% قل من 30 عام كيقولوا لا، ما كيبغيش يكون جاره من الافارقه. الناس اللي عندهم اكثر من 30 سنه 37% كيقولوا لا، والباقيين كيقدروا يقبلوا انه يكون الجار ديالهم من افريقيا. 87% من الغرباء كيقولوا بانه يجب منع زعما ولوج مهاجرين اضافيين، وبالتالي يجب تعزيز المراقبه على المستوى ديال الحدود. 87% ديال النسبه.
السؤال اللي كان عنده أهميته كذلك طرحنا سؤال، واش تقبل بأنه المغرب يرجع بلد استقبال ديال المهاجرين؟ 55% كيرفضوا أنه المغرب يرجع بلد الاستقبال، في حين أنه 37% كيقبلوا ولكن بشروط. ما معنى بأن اللي كيقبلوا أنه المغرب يولي بلد الاستقبال فقط 7%؟ سؤال تاو مهم لانه كنسمعوا بزاف ويستعمل كذلك في الخطابات ديال المنابر الاعلاميه، هو الدور اللي كيقوم به المغرب كدراكي لاوروبا من اجل منع هجره ودخول المهاجرين الى اوروبا. 72% من المغاربه كيرفضوا ان المغرب يلعب دور دراكي، 18% كيقبلوها بشروط. الى جمعنا هاد الجوج هادو يعني حوالي 90% كيرفضوا انه المغرب يلعب هذا الدور هذا ديال التراكي. بالنسبه للمعيقات التي تعيق ادماج المهاجرين، فالناس اعتبروا الاقتصاديه بالدرجه الاولى، من وراء الاجتماعيه الثقافيه في الدرجه الثالثه، كذلك الدينيه واللغويه، وهذه كانوا تلقاوهم كما تلقاو في الدوسي اللي غادي تعطى لكم. من اهم الخلاصات كتلاحظوا بانه الى ما درناش تحليل على بشكل العام على 3158، فهناك فرق كبير جدا بين تصويت الشباب قبل 30 سنه والفئات الاخرى اللي اكثر من 30 سنه، بحيث انه في الغالب مجموعه من المؤشرات اللي تقيس درجه الكراهيه والعنصريه، فالشباب يستعملوا خطاب اكثر تشددا واكثر فيه نوع من الكراهيه والعنصريه مقارنه بالفئات الاخرى بنسبه 20%. تقريبا مجموعه من المؤشرات، وغادي تلقاوها في التقرير، مجموعه من المؤشرات اللي كتبين بانه هناك تنامي خطاب ديال الكراهيه لدى فئات الشابه اللي عندها اقل من 30 سنه. وهذا اعتقد بانه الا مشات بهذا الايقاع هذا فما يمكنش زعما الواحد يتوقع كيفاش غيكون المستقبل. اللي حصل لحد حاليا هذه الخطابات فقط في الخطابات تخوف بانه من مستقبلا، لانه شفنا بعض الخطابات اللي تهدد كاع مثلا لما لا يجب العمل ميداني من اجل معالجه الاشكاليات. يعني انا راه ممكن نوصل لواحد الخطابات او لبعض الممارسات اللي على المستوى الميداني وتتجاوز بالتالي ما هو خطابات فقط. واحد المثال مثلا 53% من الاشخاص اللي عندهم اقل من 30 سنه كيرفضوا تمكين المهاجرين من الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه الاساسيه، في مقابل انه الناس اللي عندهم اكثر من 30 عام 26% فقط اللي كترفض. تصور 53% كترفض اقل من 30 سنه، في حين ان الناس اللي عندهم اكثر من 30 سنه فقط 26%. وكما كتعرفوا بان الاستراتيجيه الوطنيه للهجره واللجوء اعطات مجموعه من الحقوق للمهاجرين اللي فوضعية قانونية، منها الولوج إلى جميع الخدمات اللي كيستافدوا من المغرب، الخدمات من ناحية التعليم، الصحة، التكوين المهني، الخدمات الاجتماعية إلى آخره، عطات الناس الحقوق في الولوج لهذه الخدمات هذا. النقطة أخرى مثلا 70% من المشاركين اللي عندهم أكثر من 30 سنة كيقولوا بأنهم قدموا مساعدات مالية للمهاجرين، في حين ان هذه النسبه كتوصل فقط 46% عند الناس عند الشباب اللي عندهم اقل من 30 سنه. هذه مجموعه من المؤشرات وغادي تلقاوها اللي كتبين هناك تنامي، لانه صراحه حنا تفاجئنا في هذه القضيه هذه ما كناش كنتصوروا. كما قلت قبيله حاولنا نحللوا انطلاقا من مجموعه من المعايير نديروا ديتخي، لقينا اللي اكثر سينيفيكاتيف زعما في هذه المساله هو هذا اللاج هذا، اقل من 30 سنه فوق من 30 سنه، خصوصا ان النسبه ديال المشاركين اقل من 30 سنه كما قلت قبيله تمثل 50%، وبالتالي عينه عند اهميتها. خلاصات غادي نقسم لكم الخلاصات ومن بعد نخلي الاخ عادل حتى هو اللي عنده شي اضافه. فالاكيد انه هاد المهاجرين اللي نهار اللي بدا الفكره ديال المشروع ديال الهجره ديالو ما كانش هدف ديالو يجي للمغرب يستقر فيه، ويعتبروا المغرب فقط واحد البلد من البلدان اللي في المسار الهجره ديالو. وسي فغي معروف بانه مقارنه مع مسارات اخرى بحال مثلا ليبيا او تونس واللي كيوقع مثلا في الصحراء وبما فيها مثلا كيقدروا يرجعوا مع عبيد الى اخره كيتباعوا الى اخره، ف
في الخطابات ديالهم المغرب معروف بانه اكثر امانه رغم انه الاشكال اللي كيوقع على مستوى الجزائر ومالي الى اخره، لكن كنصل المغرب كيقولوا بانه عندك مجموعه من المنافذ حتى المساحه حتى المسافه صغيره شويه، وبالتالي المغرب من النقاط المفضله للافارقه من ناحيه الهجره ديالهم. هذه مهمه جدا، وبالتالي راه ممكن نهضروا على بانه راه فرض عليهم استقرار في المغرب لانهم اللي كيجيو للحدود المغربيه، وهنايا كانوا بنشروا لها وفي التعاليق المغاربه واعيين بها، كيقولوا بانه ماشي الاشكال ديالي انا نحل المشكل ديال اوروبا، اوروبا يجب ان تتحمل مسؤوليتها التاريخيه لان هي اللي استعمرت. هذه مجموعه من التعاليق اللي لقيناها، اوروبا هي المسؤوله، سوق الدول الاوروبيه المستعمره هي من تتحمل المسؤوليه التاريخيه الوضع اللي في افريقيا، زيدا حتى حاليا فهي مازال كتستغل بطرق اخرى الخيرات ديال الدول الافريقيه، وبالتالي خاصة تحمل مسؤوليتها ماشي فقط باستعمال الجانب الحقوقي باش تفرض على الدول المرور انهم يستقبلوا هاد اللاجئين، ولكن خاصها تلعب دور حقيقي في التنميه ديال هاد الدول هادي. وهاد الخطاب تحسينا بها، وكاين كاع لقينا مثلا استعملوا المغاربه مجموعه من المرات مثلا ما قدوا فيلا زادوا فيلا ولا يعني استعملوها بشكل كبير. علاش كنقول بانه حنا عندنا مجموعه من الاكراهات، عندنا مجموعه من التحديات، حنا كذلك مازال بلد اللي ممكن مثلا فتحنا الحدود بزاف ديال الشباب غادي يهاجر، وبالتالي كتزيدون واحد فئه اخرى. كاين هاد 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 الوعي هذا، والمغاربه مجموعه من الاراء اللي كتبين بانه هناك وعي بانه هاد الورقه ديال حقوق المهاجرين تستعمل فقط من الدول الاوروبيه باش تصدر الهجره والمشاكل ديالها اتجاه دول العبور، خصوصا اللي في الواجهه اللي هي تونس المغرب الجزائر الى اخره، رغم ان الجزائر كتصدرهم في الغالب كتصدرهم المغرب، وبالتالي ما كاينش عندها اشكال. وهاد المهاجرين دابا اللي كيجوا للمغرب كيكونوا في ثلاثه وضعيات، انه سواء كينتظروا شي فرصه انهم باش يلجؤوا لدول اوروبا، وهنا كاين مثال الى مثلا المشكل اللي كنوقع مثلا، وهناك وجد واحد المنظومه قائمه بذاتها بحال المشكل اللي وقع في سبته، راه اللي تخلق هو انه جات واحد الفئه جديده اللي هما الاخوان من السودان، وهاد الاخوان من السودان ما احترموش النظام اللي قائم تما مثلا على مستوى الناظور. هناك كاين واحد النظام، كاين واحد المنظومه، وبالتالي كل واحد كيتسنى النوبه ديالو حتى كتجي المعلومه بانه راه مثلا غادي يحرق اليوم او غدا. السودانيين كانوا خلوا بهذه القضيه هذه اللي كان خلق ذاك المشكل اللي كلشي كان كيهضر عليه. كاين هاد المهاجر اللي كيجي للمغرب ملي سواء انه كيهاجر كيتسنى مكتوب شي هاجر، سينو كيبقى يستقر في المغرب، والاستقرار في المغرب كتبدا بعض الممارسات. ما ننسوش بانه التسول رغم انه من القيم ديال المغاربه، ولكن يسيء بشكل كبير. راه بعض المهاجرين اللي ولا كيعتقد بانه المدخول ديالو في التسول احسن له بكثير من ان يشتغل في اوروبا، وبالتالي انه مجموعه من المهاجرين لقاو الوضعيه مزيانه سورتو فهادشي ديال التسامح والتعايش ديال المغاربه، ولا كيصدروا كاع لعائلتهم الفلوس من المغرب. كاين فئه ثالثه، ولكن احصائيات في هذه القضيه في هذه المساله هذه وقالت الدوله، هو كاين برنامج اللي كديروا الدوله المغربيه مع الويم المنظمه الدوليه للهجره، اللي كيكون الرجوع ديال الاشخاص البلاد ديالهم واحد المقابل منحه الطياره الى اخره. كاين بعض كيمشوا مع تيديروا مع مشروع مدير الضغط البلاد ديالو الى اخره. دونك كاين حتى ثلاث الحالات. نعتقد بانه الدول الاوروبيه المستعمره عندها مسؤوليه تاريخيه، وخاصه تخلق في جبر الضرر، وكنظن يكفي راه ماشي حل انه استعمال الورقه ديال المقاربه الحقوقيه وبانه رجع لك نفرض عليك انك ما تدخلش عندي، وملي كتخلي في البلاد تخلي في المغرب كنستعمل لك الورقه الحقوقيه وانت ما كتحملش حقوق المهاجرين، وبالتالي راه لا اعتقد بانه هادشي مثلا كما قلت قبيله بانه مجموعه من التعاليق اللي كيبين بان المغاربه واعيين به، وبالتالي لا نعتقد بانه مقاربه ناجحه اجلا مع اجلا غتخلق مشاكل. تصدير فقط المشاكل الى الدول العبور غادي يزيد، بالعكس غادي يزيد غير في عدد الناس اللي عندهم النيه ديال الهجره من هاد الدول ديال العبور كذلك، ماشي غير فقط المهاجرين. والمقاربه التنمويه الحقيقيه مع ادماج حقيقي لهاد الدول كنعتقد انها مهمه جدا. وهناك كما قلنا، وهذه من النتائج الاساسيه، هو انه تنامي خطابات الكراهيه لدى الشباب قبل 30 سنه، واللي حاولنا من خلال تحليل التعاليق لقينا ثلاثه ديال واحد التبريرات كبرى.
الاول بانه هاد الشباب داروا هاد التعليق هاد الموقف اللي كياخذوه هو رده فعل على الوضع اللي كيعيشوه هما من ناحيه البطاله، من ناحيه كتعرفوا بان عدد كبير جدا يتجاوز لينيت دوك الشباب اللي بدون تكوين وبدون تعليم وبدون شغل، عدد كبير جدا ويعتبر قنبل في المغرب، وهما السن ديالهم ليس 25 سنه. كذلك بعض الشباب اللي حسينا بانه هذه الخطابات اللي استعملها هي كرد فعل الخطابات اللي داروا بعض الافارقه اللي كيعتبرونا احنا مستعمر هذه الدول شمال افريقيا. العديد وهذه زعما نقطه كانت ايجابيه، العديد من المغاربه كيستحضروا بانه راه احنا كذلك مغرب مصدر للهجره، وبالتالي خاص يكون عندنا واحد الوعي كما نبغيو الدول اللي كتلقى هاد المهاجرين المغاربه يتعاملوا مع المغاربه بواحد الطريقه معينه، خاصنا حنا نتعاملوا معاهم. رغم انه هنا نفتحوا هذا النقاش لانه الدول الاوروبيه دابا ملي كتناقش مع المغاربه بحكم وجود قانون يجرم ممارسات الكراهيه والعنصريه، فهو هو قانونيا حقوقيا يحترم القانون، ما كيديرش ممارسه ديال العنصريه، ولكنه اجتماعيا حاليا المغاربه كيعانوا واحد الطريقه ما كتصورش من العنصريه. مثال كفرنسا اجتماعي راه كتجي مثلا تدخل مثلا واحد المقهى ولا شي حاجه راه غادي يسير بيك وما يقولش خطاب عنصري، ولكن راه كتحس براسك راك انت كاين هنا انت مغربي مهاجر وكاين باقي الاخرين، وحتى التعامل ديالو هو كيدير معاك المينيموم يعني، وهذا الشيء غادي كيتزاد. راه من الناحيه الحقوقيه القانونيه ما كاينش العنصريه، ولكن من الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه الادماج راه زعما باقى واحد المجهود كبير خاصو يدار حتى على مستوى الدول اللي كتستعمل ورقه الضغط الورقه الحقوقيه. نظرة الأهمية نبغي نشير لها، خاص مجالس المنتخبات تحمل مسؤوليتها في بعض الممارسات وسيرتو في بعض النقط البؤرية اللي كتعطي انطباع بأنه الفضاءات تم احتلالها من طرف المهاجرين. كنهضرو على بعض النقط ديال التسول اللي كتلقى في مجموعة كبيرة ديال المتسولين. كنهضرو على ولاد زيان أعتقد نقطة مستعجلة جدا خاصها التحييد. انطلاقا من اللي بغاو المغاربة انطلاقا من الدراسة، راه لا يعقل في العاصمة الاقتصادية ديال المغرب يكون عندنا هذيك البؤرة غادي كتزاد، ولا مجتمع داخل المجتمع والمجلس المنتخب كتفرج على هذه المسألة. مثلا في الناظور، الناظور أقل حدة، علاش؟ لأنه كاينين ولكن في الغابة ما كيبانوش، كاين التنظيم في الغابة. في كازا حقيقة حنا تفاجئنا، وهذا يغرى تقريبا 30 مليون شركة من كازا، راه الناس ملي كيهضر كتلقى واحد مثلا في مراكش وكيشارك وكيجبد لك مثال ديال ولاد زيان كازا. نعتقد بانه يجب انه التدخل بشكل عاجل لايجاد حل اللي كيحترم حقوق المهاجرين بطبيعه الحال لهذه الفئه هذه، لانه صراحه لانه هذيك الوضعيه ما قابله حتى شي واحد، يعني المراحل تهبط في الفضاء العمومي، ممارسه اللي ما كتصورش وكتخلق واحد وحنا نعتقد بان هاد ديال ولاد زيان ساهم بشكل كبير في هاد الديكالاج بين 30 عام، قبل من 30 عام واكثر من 30 عام. مسؤولية الهجرة ماشي مسؤولية ديال قطاع واحد، ماشي غير ديال الحكومة، هي ديال كل شيء، من إعلام، مجتمع مدني، من قطاع خاص، هي ديال الجميع. قضية الدور ديال الدراكي نعتقد بأنه خاص المراجعة ديالو، وكفى من استعمال الورقة ديال حقوق الإنسان فيما زعما يبغيو يدوزوا شي حاجة كيخرجوا هذه الورقة هذه، راه كنعرفوا كاملين بأنه هما راه عندهم مجموعه من لانه انطلاقا من التجربه ديالهم في مجال حقوق الانسان راه خاص يوصل لواحد المستوى ما كيتصورش بارابور هنا، ولكن راه مازال اشكاليات. راه اكثر الدول دابا اللي ما كتحترم حقوق المهاجرين راه الدول الاوروبيه حاليا، يعني بواحد التعامل اللي ما كيتصورش، بلا ما نهضروا على الكزوم ديال اسبانيا، نهضروا على فرنسا، نهضروا مجموعه من الدول اللي صراحه كيتعاملوا بشكل خطير وما كيحترموش حقوق الانسان في مجال ديال احترام حقوق المهاجرين. وبالتالي زائدا حتى لاحظنا مجموعه من الاراء كتقول لك بانه المغرب يستفيد من الدعم. ملي كنشوفوا الدعم لا يسوي شيء، والدعم اللي كتوجدوا الاتحاد الاوروبي للمغرب فاش كتوجهوا؟ كتقول لك اسيدي باش تخليك تقبل ان تدمج المهاجر في البلاد ديالنا. راه ملي كتشوف دابا المحاور الاستراتيجي ديالها في البرنامج الجاي راه هو دعم المهاجرين، دعم المقاوله عند المهاجرين، يعني راه كتمول الحوايج اللي عارفك كتقوم انت بواحد الدور بالتفويض عنها. راه خاصنا وهذا مهم جدا، خاصنا عاوتاني المغرب
تاريخيا بلد ديال التسامح والتعايش، والدليل هو التركيب الديموغرافي ديالنا كتبين ان المغرب هو هذا المغرب بلد تنوع الى اخره، وبالتالي راه خاصها ثاني دار مجهود على مستوى نشر قيم التسامح والعيش المشترك، كان نعتقد بانه اساسي جدا، وبنفس الوسائل اللي هو استعمال لي ريزو سوسيو، لان الشباب كيتفاعل تما كيتفاعل، حنا كنعتقد ما كيتفاعلش بان كيتفاعل ملي كتهضر ليه شي موضوع اللي كيهمو هو. من طبيعه الحال هادشي داخل في التوصيات، خاصنا كذلك حنا واحد التوصيه كنقولوها المؤسسه الوطنيه الدستوريه، كنهضروا على البرلمان عنده لجان استطلاع، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك بالنسبه للوطن حقوق الانسان اللي هو التذكير هو اول واحد دار واحد الدراسه حول حقوق المهاجرين اللي بها باش التوجيهات الملكيه اللي من وراها كانت الاستراتيجيه الوطنيه. بالتالي هادو خاصو يقوم الدور ديالهم، خاصو يديروا واحد التقييم هاد السياسه، التقييم في اطار الاختصاص الدستوري ديالهم لهذا الملف ديال الهجره هذا، ما خصناش نسكتوا عليه، لانه الا سكتنا كنظن النتائج ديالو تقدر تكون وخيمه مستقبلا انطلاقا من الاراء ديال المغاربه. بطبيعه الحال يجب خاصنا نوصلوا انه واحد ملي يكتب شي حاجه يعرف بان هذه راه ممكن تمشي جنايه، يعني راها ضد القانون. بلا هادشي، لانه كما قلنا قبيله 500 ديال التعاليق اللي مسحناها، حنا كنحترموا تصوروا معنا حنا جمعيات حقوقيه وكنمسحوا الاراء ديال ذاك، ولكن ما يمكنش نعتبروا حقوق الانسان، لانه المسؤوليه القانونيه ديالنا 500 ديال التعاليق بواحد الشكل ما كيتصورش ديال التطرف الكراهيه، ودابا الا دخلتوا تلقاو خلينا شي واحدين اللي حتى هما متطرفين كذا، ولكن راه تصوروا داك الشيء اللي مسحنا حنايا. دونك هاد بعض النقاط، انا كنت نوريكم بعض التعليقات اللي حاولنا نختاروهم، للاسف قلنا مشكل تقني، دونك نقدروا تما نبارطاجيو معكم، وهنا الكاتبين طبعا حنا محيدين لهم لي بروفيل السميات باش مي هما كانوا واحد اربعه ديال التوجهات عامه اللي كانوا الناس كيقول لك بان المغرب غير مؤهل لاجل الاستقبال، يتكافؤوا مع اولادنا، هذه مجموعه من اراء في الاطار هذا. كانوا المغاربه عاوتاني كيقولوا كما قلت قبيله بانه اسيادنا شوفوا هاد الافارقه بحال اللي كنبغوا الاجانب يشوفوا المغاربه اللي عندهم، وحنا عندنا 5 مليون ديال المغاربه ديال المهاجرين، وبالتالي خصنا نكونوا شويه نحضروا واحد شويه ديال الرزانه في هذا الشيء. ولاد زيان مذكور بشكل كبير جدا، قضيه ديال انه المسؤوليه التاريخيه وافريقيا وفرنسا وهذاك الشيء تاو كنحضر بشكل كبير. هناك البعض ما يعتقد بانه حتى هذا الشيء اللي وقع دابا هو انه محاوله، لانه كتلاحظوا كاين واحد التوجه عام من افريقيا ضد فرنسا، مجموعه من الدول، وراه بعض المواقف اللي تعنت بشكل رسمي راك شفتوهم في خطابات رسميه بانه كيحمل المسؤوليه لفرنسا، المسؤوليه التاريخيه والمسؤوليه الحاليه، وكيقولوا لها الله يخليكي خرج بركه من تدخل في الشؤون ديالنا المحليه. وبالتالي كاين مجموعه من الاراء اللي كتقول بانه اون دوفي اتونسيون ياك ما هذا الشيء راه فرنسا باش عاوتاني تخلق لنا مشكل بين حنا المغاربه وبين الافارقه، حتى هذه كانت حاضره في الخطابات ديال المغاربه. غير باش زعما كنشكر الجميع اللي حاولوا يشاركوا معنا في هذا الكيستيون بشكل اللي كان متطرف او اللي كان ايجابي، ولكن ما يثلج الصدر بانه كانت مساهمات ايجابيه ديال بعض المغاربه. الصراحه كاين اللي خذ الوقت باش يحاول يكتب، خاطر كاين اللي كتب مقال باش يحاول يفيدنا في هذه الدراسه هذه، وكنشكركم.